حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. وفي ذكرى استشهاد المعصوم دساق المرضوض بحلق القيود في مطامير اللارشيد، لا تزال الجمعة المؤمنة تواصل احتشادها صوب مدينة الكاظميات المقدسة لتواسي صاحب الزمان في المصاب الجلل. خدمات مختلفة على الصعد الرسمية والشعبية تتناسب وحجم الأعداد الوافدة للمدينة المقدسة والتي تزداد تباعا مع الوصول لوقت الذروة، غير آبهة بالتهديد الإرهابي الأخير على أسوار بغداد والذي لم يضف إليها إلا عزيمة في تقدمها وأحياء ذكرى صاحب السجدة الطويلة في سجون جبابرة بين العباس. فسلاما على من هز قضبان الحديد بصبره، والسلام على المعذب في قعر السجون المظلمة، والسلام على من لا يخيب الواقفون ببابه. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وتزامنا مع مئوية الحكومة العراقية التي حققت طفرات نوعية في عديد من الملفات ذات الأهمية ومن بينها المنظومة الكهربائية التي رسمتها بفرشات الاستثمار في القطاع وتدريب الملاكات المحلية بما يكون الناتج معها تعظيم إنتاج العراق من الطاقة. وحسب مختصين في المجال أن هذه الإجراءات لن أو قد تحد من معاناة العراق على أقل تقدير في أزمة قديمة جديدة لم تتعامل معها الحكومة السابقة بواقعية، لكن حكومة السودان وضعتها في سلم الأولوية ورسمت خارطة لمعالجة أو خارطة لمعالجة تلامس الواقع والمؤشرات القياسية. مشاهدينا، ما تزال حشود الزائرين تواصل مسيرها صوب مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد كاظم الغيظ عليه السلام، وسط تنسيق كامل بين مختلف الجهات لتقديم الخدمات المتنوعة وإنجاح هذه الزيارة المليونية. المزيد مع الزميل علي حبيب. تواصل الحشود المليونية من مختلف المحافظات سيرها صوب الكاظمية المقدسة. زيارة الإمام الكاظم تبلغ ذروتها اليوم الخميس ونهار غد الجمعة. حركة الزائرين تسير بانسيابية عالية في المداخل والمخارج الرئيسة للمدينة برغم الأعداد التي أخذت بالارتفاع تدريجيا، فهذه الجموع المعزية تحرص على المشاركة في هذه المناسبة مجددين البيعة والولاء لإمام القلوب في 25 من شهر رجب. والطريق انسيابي، والحمد لله وشكر هاي الناس جاي تجي من الجنوب وتطلع تروح للإمام سلام الله عليه، وإن شاء الله الأمور سالكة. حشود الزائرين ترافقهم خدمات متنوعة من دون كلل أو ملل، فتواصل المواكب الليل بالنهار في خدمتهم وتوفير احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن الخطط الأمنية والصحية التي سارت بانسيابية عالية عبر تشكيل غرف عمليات مشتركة ومتخصصة. فهذا الاستنفار البشري والرسمي والشعبي بغية إنجاح مراسم الزيارة والوصول بها إلى بر الأمان. إن شاء الله البركة موجودة والأمان موجود بكل مكان، وإن شاء الله ما يقصرون، لا احنا القصر إن شاء الله المواكب ولا الزائر يقصر. عندنا خدمات، عندنا من المي، عندنا من الشاي، عندنا من الطعام، عندنا من مبيت، كل شيء عندنا، احنا خدام للزوار، ونقول يا رب كل سنة إن شاء الله أزيد وأزيد أريدها على الزيارة. وتتركز الخطط الموضوعة أيضا على تهيئة طرق بديلة ونيسمية وتقسيم المسارات حسب المداخل والمخارج الرئيسة للمدينة لتلافي أي اكتظاظ بالأعداد، واستعدادا للتفويج العكسي لها. علي حبيب، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذه الزيارة والمناسبة ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من الكاظمية المقدسة نائب الأمين العام للعتبة الكاظمية الحاجة سعد الحجية. أهلا بكم حاجة سعد، وبداية نسأل الله أن يعظم لكم الأجر والثواب بهذه الذكرى الأليمة، وأيضا تحدثنا متى تتوقعون الوصول إلى ذروة الزيارة حاجة سعد؟ يبدو أن الاتصال مع حاج سعد انقطع من الكاظمية المقدسة. أيضا ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الوكيل الإداري ومسؤول غرفة عمليات وزارة النقل الأستاذ حازم الأحفاظي. أهلا بكم سيد حازم، بداية أود أن نرحب بك ونسأل الله يعظم لكم الأجر والثواب إن شاء الله، ولو تحدثنا عن الخطة أو تفاصيل الخطة الخاصة بوزارة النقل والمعدة لنقل الزائرين وتقديم الخدمات لهم في الكاظمية. السلام عليكم ورحمة الله، ويعظم الله أجرنا وأجركم بلقاء الشهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. دعانا إلى جميع أخواننا وأبنائنا وأهلنا الزوار أن نعود إلى أهلهم سالمين غانمين. حياكم الله مرة ثانية، وأكيد وزارة النقل من تعودت دائما وعودتنا أن تكون لها الريادة في تقديم خدمة النقل ما يخص النقل إلى الزوار الكرام في جميع التجمعات المليونية والزيارات المليونية في كربلاء المقدسة، في بغداد الكاظمية المقدسة، في النجف، في سامراء. وزارة النقل منذ أكثر من 10 أيام وضعت خطة بالتواصل مع الجهات الحكومية، بالتواصل مع القوات الأمنية، مع قيادة عمليات بغداد، ووضعت محاور لمناطق تفريج الزائرين من وإلى الكاظمية المقدسة. اشتركت في هذه الخطة أكثر من تشكيل من تشكيلات الوزارة، تشكيل النقل المسافرين ثم تشكيل النقل الخاص، وأيضا السكة الحديد. بالتأكيد أكثر من 400 عجلة من عجلات النقل المسافرين اشتركت بها الخطة، وأكثر من 15 ألف عجلة من عجلات النقل الخاص، وأكثر من 11 قطار اشتركت بها هذه الخطة. الآن وصلنا إلى ذروة الزيارة، وبدأت الآن أفواج الزائرين تتوافد بكثافة باتجاه المرقد الشريف مصر الإمام الكاظم عليه السلام. كلما تصاعدت الأفواج وتصاعدت الأعداد، كلما زاد وجودنا الميداني، وتواصلنا مع جميع الكوادر العاملة، مع جميع اللجان المنتشرة في المحاور لتسهيل انسيابية العجلات بشكل صحيح. بالتأكيد الآن محور جامع النداء بدأت الأفواج فيه بشكل كثيف جدا، وكذلك محور ساحة عدن بدأت الأفواج الزائرين من هذا المحور بكثافة جدا. من محور ساحة عدن نقوم بنقل الزوار الكرام باتجاه تقاطع دمشق، حيث المنطقة القريبة من جراج العلاوي، ومن ثم ليبدأ ارقام الزائرين باتجاه المحافظات وباتجاه اطراف بغداد. ايضا هناك محور مهم، وهو محور جامع النداء ابو حنيفه. اكثر من 150 عجله من عجلات النقل المسافرين ذات الطابقين تساهم في هذه الخطه بنقل الزائرين من المنطقه القريبه من جده دائما باتجاه جامع النداء، ومن ثم تكون هناك عجلات النقل الخاص تقوم بارقام الزائرين باتجاه المحافظات وايضا باتجاه اطراف بغداد. أكثر من 11 قطار تشترك في هذه الخطة لنقل الزائرين من المحطة العالمية القريبة من علاوة باتجاه محافظة البصرة والديوانية وسوق الشيوخ. جميع الكوادر الآن منتشرة وماسكة للأرض بالقرب من المحاور. التواصل مع القوات الأمنية بشكل جيد لضمان انسيابية العجلات بشكل صحيح. كما تعلمون أن الانسيابية كلما كانت بشكل سلس وسهل، كلما استفدنا من جهد الحكومة الموجود في قرب هذه المحاور. لا ننسى ان الان الجموع بدات تتوافد بكثافه جدا، وبدات الشوارع اشبه بان تكون عباره عن كتل بشريه. هذا ما يستلزم التواصل والتنسيق العادي بشكل صحيح. ان شاء طيب الله حازم نكون بجولات ميدانيه مستمره طوال هذه الليله لضمان الانسيابيه بشكل صحيح. طيب سيد حازم، إذا تسمح لي أود أن أسألك عن تفاصيل أخرى بخطة النقل دكتور حازم، ولكن أيضا نعود إلى الحاج سعد الحجية نائب الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة. أهلا بكم حاج سعد، ونسأل الله أن يعظم لكم الأجر والثواب إن شاء الله. وبداية حاج سعد، أود أن تحدثنا عن متى تتوقعون الوصول إلى ذروة الزيارة في الكاظمية المقدسة من حيث الأعداد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم وأجور جميع الموالين والمحبين القادمين صوب مدينة الكاظمية المقدسة
ذلك النهر الهادر من خلال متابعتنا من غرفة العمليات للشوارع المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة، نرى هناك الملايين من الزائرين القادمين من جميع الجهات لهذه المدينة المقدسة وللعتبة الكاظمية المقدسة. في الحقيقة في مثل هذا الوقت بدأت الذروة، ومن الآن وحتى صلاة الفجر ستكون هي الذروة الكبرى لدخول الزائرين إلى مدينة الكاظمية المقدسة وكذلك العتبة الكاظمية المقدسة إن شاء الله تعالى. لله الحمد هناك انسيابية عالية داخل العتبة المقدسة في استقبال الزائرين، وذلك بفضل الله تعالى وبفضل الجهود التي بذلت في تهيئة صحون إضافية خارجية مثل صحن الحسنين وصحن العسكريين وصحن الإمام علي وصحن صاحب الزمان وصحن جعفر الصادق. وإن شاء الله يعني الصحن القديم الموجود الآن مهيأ فقط للزائرين، وتهيئة مكان خاص بالزائرات حتى لا يكون هناك تدافع وللحفاظ على أرواح الزائرات الكريمات إن شاء الله تعالى. طيب. لا تزال الخدمة موجودة في المدينة المقدسة من جميع المواكب الحسينية والعتبات المقدسة والخدم العتبة الكاظمية المقدسة إن شاء الله تعالى في جميع المجالات الصحية والخدمية، فضلا عن الجهات الأمنية التي هي منتشرة وماسكة الأرض بشكل كبير، وما حدث اليوم هو دليل على نجاح الزيارة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب بالنسبة لعدد الزائرين حاج سعد، كم وصل العدد حتى الآن؟ هل لديكم إحصائية؟ هل كان هناك عدد كبير من الزائرين العرب والأجانب؟ نعم، فيما يخص عدد الزائرين القادمين من خارج العراق هذه السنة الأولى التي تميزت بهذا الموضوع، كون في السنوات السابقة كانت الزيارة تقتصر على الزائرين القادمين من المحافظات العراقية وبغداد، لكن هذا العام لله الحمد وبفضل الإعلام الذي سلط في العام الماضي على هذه الزيارة بدأت أعداد كبيرة من الزائرين تأتي من خارج العراق وبالخصوص من الجمهورية الإسلامية، وأيضا نصب مواكب عديدة لهذه الدول لتقديم الخدمة للزائرين، وعدد المواكب التي وصلت الآن في خدمة الزائرين هي 1650 موكب. طيب بالنسبة في العام الماضي كان عدد الزائرين هو 10 مليون زائر، في هذا العام نتوقع أن يزداد عن هذا العدد إن شاء الله. طيب أعود لك حاج سعد، لكن أيضا نعود إلى خطة النقل مع دكتور حازم الإحفاظي. دكتور، كنت تتحدث عن أعداد الآليات المخصصة من قبل وزارتكم لخدمة ونقل الزائرين، هل كان هذا العدد كافي لنقل هذا العدد الكبير من زائري الإمام الكاظم؟ بالتأكيد كما تعلم أن هناك عندما نتحدث عن الشركة العامة لنقل المسافرين نحن نتحدث عن نقل داخلي يسمى هنا، هي مواقع قريبة من المنطقة المقدسة، ولكن في الخارج تكون عجلات النقل الخارج منتشرة في محاور كثيرة ليس في محور واحد أو اثنين أو ثلاث محاور، بل الآن بدأت المحاور تزداد من كل مكان هناك نقل من المناطق القريبة من منطقة الكاظمية المقدسة، يوجد نقل في اتجاه المحافظات والكثير من عجلات النقل الخاص لعله بدأت تزداد لتصل إلى 20 أو 25 ألف عجلة لتكون هي في خدمة الزائر الكريم، وتكون الكوادر المنتشرة أيضا في خدمة الزائر الكريم. لا ننسى هنا أيضا جهود جميع مؤسسات الدولة بكل مفاصلها، أيضا مؤسسات الدولة في جميع الأحوال هي تتحول إلى كوادر نقل وكوادر خدمة، كما تعلم أن الكثير من العجلات تابعة لجميع الوزارات المختلفة. هناك أمر ديواني برئاسة معالي وزير الداخلية وفيه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة متمثلة، أيضا تشارك في خطة نقل وفي خطة خدمة، إضافة إلى جهود العتبة الكاظمية المقدسة، جهود إخواننا أبناء أهالي المواكب الحسينية وما يقدمونها من خدمة بشكل صحيح. كما تعلم أن الجموع البشرية هي كتل، عبارة عن كتل بشرية وكتل بشرية كثيرة، وهذا يحتاج تفاصل جهود وتنسيق عالي، وكلما كان التنسيق العالي كلما كانت الاستفادة من جميع العجلات من جميع المفاصل يكون بشكل صحيح وبشكل إيجابي، ويكون هناك مردود إيجابي، وهذا ما لاحظناه في الشارع عندما
تكون في جولات ميدانية في جميع المحاور القريبة من التاسعين وقد. طيب حاج سعد، بالنسبة لي الأعداد الزائرين كنا نتحدث وعدد كبير من الزائرين العرب والأجانب، أود أن نتحدث عن الخطط الخاصة بالعتبة لخدمة الزائرين وخصوصا التعاون مع مختلف الجهات المعنية والمواكب. إلى أي درجة كان هناك تنسيق وتعاون مع بقية الجهات الحكومية بهدف إنجاح الزيارة؟ نعم، في الحقيقة تعاون كبير وتنسيق كبير ما بين العتبة الكاظمية المقدسة والجهات الخدمية الأخرى، وأخص بالذكر فيما يخص تفويج العكس للزائرين من مدينة الكاظمية المقدسة إلى القطع الأول، حيث هناك تنسيق عالي ما بين قسم الآليات في العتبة الكاظمية المقدسة والعجلات الخاصة بالعتبة الكاظمية المقدسة والعجلات والآليات الخاصة بالعتبات الأخرى ومحافظة بغداد والعجلات الخاصة بالحشد الشعبي. وصل عدد الآليات إلى حوالي 200 عجلة ما بين كوستر وباس تقوم بنقل الزائرين من المدينة القديمة إلى القطع الأول، وما بعد القطع الأول تقوم وزارة النقل مشكورة بإيصال الزائرين إلى مناطق سكناهم مثل ما تفضل ضيفك الكريم. نعم. طيب حاج سعد، أيضا أود أن أسألك عن جانب مهم يمكن يهم الإعلاميين الصحفيين، الخدمات المقدمة للملاكات الصحفية التي تنقل أحداث هذه الزيارة، هل هناك تخاويل مثلا أو تسهيل للمهام الصحفية؟ أكيدا، في هذا العام تم يعني وضع باج خاص مختلف لجميع الإعلاميين الموجودين في العتبة الكاظمية المقدسة، فضلا عن الانفتاح الكبير على كثير من القنوات العراقية وغير العراقية وكذلك الوكالات الإخبارية لنقل هذه الصورة هذه الصورة الرائعة حقيقة لهذه الزيارة المليونية. حتى كان هناك أيضا في صباح هذا اليوم يعني عن طريق السكايب مع قنوات عربية لنقل صورة ونقل الحدث الموجود في العتبة الكاظمية المقدسة. طيب الأحداث حتى الآن هل كانت تسير بانسيابية في الكاظمية وفقا لهذه الجهود المبذولة؟ ألم يكن هناك أي خلل أو أي حادث يذكر؟ أبدا، لم يكن هناك أي خلل لله الحمد، ولا تزال انسيابية عالية داخل العتبة الكاظمية المقدسة وفي المدينة المقدسة بالرغم من الأعداد الهائلة التي تدخل المدينة المقدسة، وبالرغم من برودة الجو نرى هذا العدد من محبي الإمام الكاظم سلام الله عليه. عليه السلام. أعود مرة أخرى إلى دكتور حازم، كنا نتحدث مع حاج سعد عن الجهات التي تعمل وتتعاون من أجل مثلا نقل الزائرين، ما مدى التعاون والتنسيق مع بقية الجهات مع وزارة النقل من أجل تقديم الخدمات النقل خصوصا بعملية التفويج العكسي؟ نعم، كما تعلم سبق هذه الأيام عدة اجتماعات وعدة لقاءات مع جميع المؤسسات المختصة بالنقل، مع الدوائر الأمنية، مع العتبة الكاظمية، مع المواكب الحسينية. نتج عن هذا اللقاءات والتنظيم والتواصل تنظيم عالي، وتعرف كلما كان الاستفادة من العجلات بشكل صحيح يكون التنظيم جيد، ممكن الاستفادة من العجلات بشكل صحيح. كما تعلم الآن العجلات تسير وفق كتل البشرية، وخاصة العجلات من ساحة العدن باتجاه العلال، وخاصة أيضا من جهة المنطقة القريبة من جسر الأمة أو ساحة البلال أو شارع المغرب باتجاه جامع النداء. نحن نتحدث عن تنظيم عالي، عن تنسيق جيد، عن انسيابية سهلة توفر الاستفادة بشكل صحيح من جميع العجلات الموجودة في هذه المناطق.
طيب، عمليات التفويج العكسي دائما تعاني من مشاكل بمختلف الزيارات، هل في نية وزارة النقل زيادة أعداد الآليات والقطارات ومختلف وسائل النقل لحل هذه المشكلة التي تواجه الزائرين في كل زيارة تقريبا في كربلاء وفي الكاظمية أيضا؟ كما تعلم نحن نتعامل مع كتل بشرية، نتعامل مع ملايين، نتعامل مع كثير من الزوار الوافدين إلى الكاظمية المقدسة، إلى المناطق المقدسة. الآن في الزيارات المليونية بدأت الملايين تزداد شيئا فشيئا. بالتأكيد هناك جهود لتنظيم الوضع بشكل صحيح، زيادة أعداد القطارات مثلا الآن أكثر من 11 قطار، الآن 4 قطارات سوف تدخل في هذا الليلة ليزداد عدد القطارات باتجاه المحافظة الجنوبية. أيضا عجلات النقل الخاص بدأنا قبل قليل بزج الكثير من عجلات النقل الخاص في منطقة التاجيات، في منطقة التاجي، وأيضا في منطقة الشعلوكرة، في منطقة النهضة. يوجد خزين لدينا حاليا في جراج النهضة من عجلات النقل الخاص. بدأنا بزيادة الأعداد باتجاه تفويج الزائرين لنكون قد قدمنا كل ما لدينا من خزين ومن جهود ومن تواصل ومن تنسيق بقية إنجاح الزيارة بشكل صحيح إن شاء الله. أيضا نعود إلى حاج سعد، بالنسبة للحملات الجهود الاستباقية اللي قمتم بها في العتبة الكاظمية المقدسة، هل كان لديكم حملات تثقيف حاج سعد، تثقيف وتوعية للزائرين خصوصا بعملية منع حالات التدافع؟ نعم، بالتأكيد من خلال بعض الفولدرات أو المطويات التي طبعتها العتبة الكاظمية المقدسة وتوزيعها على الكثير يعني من القادمين العتبة الكاظمية المقدسة، وأيضا من خلال البرامج التوعوية لقناة الجوادين وإذاعة الجوادين، ويعني تعلمون أن إذاعة الجوادين هي الإذاعة المسموعة في بغداد. نعم. ووسائل التواصل الاجتماعي لقناة الجوادين والعتبة الكاظمية المقدسة أيضا من الصفحات التي تتابع من قبل آلاف المحبين والموالين للعتبة الكاظمية المقدسة. فكانت هناك جهود كبيرة من قبل شعبة الإعلام في هذا الاتجاه. طيب، خدمة الزائرين حاج سعد معتمدة بشكل كبير منذ سنوات طويلة، معتمدة على الجهود والخدمات اللي قد تقدمها المواكب وأصحاب المواكب لهؤلاء الزائرين. كيف كان التعاون والتنسيق ما بين العتبة الكاظمية وهذه المواكب وأصحاب المواكب لتقديم هذه الخدمة على أكمل وجه للزائرين؟ نعم، ابتداء يوجد هناك شعبة تسجيل المواكب التابعة إلى دائرة إحياء الشارع الحسينية في الوقف الشيعي، ومع هذه الدائرة هناك تنسيق من قبل وحدة إحياء الشعائر في العتبة الكاظمية المقدسة. تقوم هذه الشعبة بتسجيل جميع المواكب وإعطاء التصاريح لها، فضلا عن إعطاء الأماكن التي تنصب فيها هذه المواكب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فأن العتبة الكاظمية المقدسة تقوم بتقديم بعض المواد الغذائية الجافة إلى هذه المواكب الحسينية، وبعض أقداح الماء الذي ينتجه معمل الماء المراد داخل العتبة المقدسة. لا. طيب، هذه الأجواء، برودة الأجواء حتى هذه الساعات المتأخرة من الليل، حتى في أيام الصيف اللهب هذه الأعداد كانت تزيد دائما، هذه البرودة التي يبدو أنك تشعر بها حاليا حاج سعد، ألم تمنع أو تقلل من أعداد الزائرين؟ أبدا، بالتأكيد لا، لم تقلل. يعني نحن رأينا زائرون حقيقة في جميع الزيارات المليونية سواء في كربلاء أو في الكاظمية. نعم. يعني الزائرون أبدا لا يشعرون بكل أنواع ظروف الجو المختلفة، سواء كان بردا، مطرا، حرا،
كل انواع الظروف الجويه لا يتاثرون بها، لانه يعني حقيقه الهدف الاسمى لهؤلاء الزارين هو مقابله ولقاء امامهم المظلوم وزياره هذا المكان المقدس، وهذا شيء بالفطره، واكيد هذا هو اسمى مما اسمى من شعورهم بهذه الظروف الجويه. طيب الفعاليات التي تحدث في الكاظمية مثل يوم أمس مجلس عزاء للحاج باسم الكربلائي والمجالس الحسينية التي تتحدث عن مظلومية الإمام الكاظم وأهل البيت، هل كلها يعني تقوم بإعدادها العتبة الكاظمية؟ نعم طبعا، من خلال التنسيق مع ممثلات المرجعيه الدينيه في مدينه الكاظميه المقدسه وضع برنامج عزائي متكامل للايام السته الماضيه في الحقيقه، برنامج صباحي وبرنامج مسائي. نعم. بوجود خيره من الخطباء والرواديد، واختيار هؤلاء الخطباء والرواديد بما يتناسب مع هذه المناسبه العزيزه، وكذلك تواجد المواكب الحسينية الخاصة بالمحافظات العراقية مثل كربلاء والنجف والقاسم والكوفة. كان هناك تنسيق عالي ما بين عتبة وبين هذه الجهات لإقامة هذه البرامج، فضلا عن النشاطات الأخرى. هناك نشاطات قرآنية، هناك نشاطات نسوية، هناك نشاطات توعوية ثقافية تنموية، فضلا عن النشاط مشروع التبليغي العائد إلى الحوزة الدينية الشريفة في النجف الأشرف الذي كان عدده هو 340 مبلغ ومبلغة موزعين على محطات داخل عتبة الكاظمية المقدسة وخارج عتبة الكاظمية المقدسة للإجابة على جميع الاستفسارات الفقهية والأخلاقية والعقائدية، لله الحمد. الشكر الجزيل لكم نائب الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الحاج سعد الحجية، كنت ضيفا كريما، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله. والشكر الجزيل لكم الوكيل الإداري ومسؤول غرفة عمليات وزارة النقل الدكتور حازم الحفاظي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل ملف الكهرباء نرحب سوية بضيفنا الكريم عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد العبادي. أهلا بكم أستاذ أحمد، وأود أن تحدثنا بداية عن الخطوات المقرر اتباعها أو تنفيذها من قبل وزارة الكهرباء والحكومة بشكل عام من أجل تطوير المنظومة الكهربائية بالبلاد. مرحبا بجنابك استاذ بشار، ايضا لجميع مشاهدي قناه الايام القضائيه. حياك يعني اليوم هنالك عنايه حكوميه، هنالك اهتمام بالغ، هنالك اطلاع واشراف ميداني من لدن السيد رئيس على ملف الكهرباء وصيروته، وهذه العنايه بصراحه تسعدنا ككهرباء ان هنالك اليوم هنالك اهتمام حكومي لهذا الملف الضاغط على المواطنين. قبال ذلك الوزارة اليوم كانت قد عدت خطتين، واحدة طارئة وواحدة استراتيجية، كان بموجبها غرفة عمليات دامت الانعقاد مناقشات مستفيضة مع جميع قطاعات الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيع، خطط قابلة للتنفيذ.
انتهت من اعداد خطتين، طبعا ناقشت مع مجلس الوزراء، تم التصويت عليها ومناقشتها واعتمادها برنامج حكومي. وموجب هذه الخطتين، واحده الطارئه تستهدف ذروه الاحمال الصيفيه المقبله. نستعد من الان وقبل الان، كنا نستعد لفصل الصيف المقبل ان نحصل على معدل حمل 24000 ميجا واط، نراه يقدم ساعات جيده للمواطنين ان شاء الله اذا وصلنا له. قبال ذلك زياده الطاقات الانتاجيه، ادخال البرد الوحدات التوليديه، برنامج صيانه مكثف من خلال شراكات حتى عالميه مع شركات سيمنز وجي وغيرها من الشركات، معالجه اختناقات خطوط النقل، تدعيم قطاع التوزيع، استحداث المغذيات، ومن ثم نصب محطات ثابته ومتنقله بمراكز الحمل. استاذ بشار، هذه الخطه عملنا بها ووضعنا سقف زمني هو عباره عن 6 اشهر، يعني ستكون بهذه الاستعدادات جاهزه ل1/5 ان شاء الله، اي ما قبل الصيف. وضعنا لجان لتسريع العمل وتشخيص اي انحراف ممكن ان يحصل بالعمل، يراجع دوريا نسبه الانجاز. قبال ذلك هنالك خطه استراتيجيه. الخطه الاستراتيجيه تستلزم معالجات حقيقيه لملف الكهرباء، ضغط النفقات التشغيليه الكبيره، موازنات كبيره لصالح الكهرباء، نصب الدوري. استاذ احمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ونذهب إلى هذا الفاصل لمشاهدينا ونعود للحديث عن هذا الملف المهم. أهلا بك أستاذ أحمد مرة أخرى، نعتذر عن هذا الخلل وانقطاع الاتصال، ونعود للحديث عن الخطط المعدة من قبل وزارة الكهرباء والحكومة للنهوض بواقع هذه أو هذا الجانب المهم، وأود أن تحدثنا عن النية بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية مختصة لغرض وضع خطة لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية، تحديدا هذا المشروع مدى أهميته للبلاد والمنظومة الكهربائية تحديدا. سيد بشار حبيبي، شوف، هو قبالة الخطوات الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة لمعالجات مو فقط آنية تستهدف صيف واحد، لا، معالجات حقيقية لملف الكهرباء، مو خافي على جنابك. نعم. ذهبت بشراكة استراتيجية من خلال مذكرة تفاهم مع سيمنز، ومضت اليوم بالتحديد مع شركة جي الأمريكية، مضاف أن هنالك مساحة واسعة بوزارة الكهرباء لجميع الشركات العالمية أن تعمل مع الكهرباء. وعلى ذلك هنالك عمل لشركات تركية وإيرانية وصينية وكورية تعمل مع الكهرباء في العراق. هذا كله خطوات، خطوتين مهمة للحكومة. أولا استثمار حقول الغاز المصاحب بدلا من احتراق. أستاذ بشار، من أكبر تحديات ملف الكهرباء هو الخطة الوقودية واستيراد الغاز ونقصان الغاز عن المحطات. هذه الخطوة والمذكرات عنت باستثمار حقول الغاز المصاحب بدل من احتراقه، وأن ننشئ محطات تعمل على هذا الغاز المصاحب. هذا واحد. الشيء الثاني، العقد مع شركة متخصصة للمضي بشبكات توزيع ذكية. شنو يعني؟ وزارة الكهرباء كانت قد أعدت وناقشت مع مجلس الوزراء التحول الإلكتروني بالشبكة الكهربائية. يعني شنو؟ من شأنه أن ينصب العدادات الذكية، من شأنه أن يطور شبكات التوزيع، من شأنه أن يحد من الضياعات ويعظم موارد الجباية. لطالما اتهمت وزارة الكهرباء بأن لديها ضياعات كبيرة بقطاع الكهرباء، هذه الضياعات لطالما وضحنا أنها طاقة مجهزة للمواطنين غير مجبية. التحول الإلكتروني يستلزم أن تستخدم شركات عالمية لها منصات إلكترونية معتمدة لدى البنك المركزي. نعم. تعمل على نصب العدادات الذكية وصيانة شبكة التوزيع، معالجة الاختناقات الموجودة بالشبكة، ومن ثم تعظم موارد الجباية وتزيل التجاوزات، تحد من التجاوزات الموجودة على الشبكة. طيب. طبعا هذا المشروع روعيت في دراسات عالمية، اطلعنا على تجارب دول الجوار، السعودية وإيران وعمان والأردن، وراعينا أفضل الموديلات العالمية لأن نمضي بالتحول الإلكتروني، ولن يكلف المواطن أي مبالغ إضافية. يعني اللي راح يستهدف به ذوي الأحمال العالية، لن يؤرق المواطنين ولن تكون هنالك زيادة بالأسعار، على العكس أنه سيخدم المواطن سواء بالتعب
او بالشبكه التوزيع النظامي. طيب هذا الحديث عن قضيه التوزيع، يعني معروف انه الكهرباء انتاج وتوزيع، قضية الانتاج هي اللي تأرق المواطن. يمكن أستاذ أحمد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك لإنتاج وزيادة كفاءة المنظومة الكهربائية والنقل والصيانة وتدريب الملاكات أيضا، وقبل توقيع اتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير منظومة الكهرباء أيضا. لكن سؤال أستاذ أحمد، متى نتوقع التعاقد وبدء تنفيذ العمل؟ سادة بشار، الشيء المهم بمذكرات التفاهم هذه هي عبارة عن مشاريع قيد التفاوض، يعني شنو؟ نعم. وأدرجت هذه المذكرات على نحو اتفاقيات بالموازنة لعام 2023، يعني أدرجت بموازنة العام الحالي. بمجرد ما أن تقر الموازنة ستتحول هذه المذكرات إلى عقود وعقود موقعة لمشاريع، منها ما سينجز خلال سنة واحدة، منها ما سينجز خلال سنتين، منها ما سيكون خلال 3 سنوات، والعقد بعد بجزئيات منه سيتضمن صيانة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات. أستاذ بشار، عندنا محطات اليوم منصوبة من جي، معدات جي، وحدات التوليدية جي. هذا العقد والمذكرة التفاهم وقعنا مع جي أن تكون هنالك صيانات طويلة الأمد لهذه المعدات بعمرها التصميمي وطاقتها التصميمية العالية. نعم. ومضاف إلى ذلك ستعنى مذكرة التفاهم بنصب وحدات توليدية تسمى الدورة المركبة. أستاذ بشار، الدورة المركبة ما تحتاج وقود لأن تعمل. تعمل على الحرارة المنبعثة من الوحدات البسيطة، وهذا خطوة لضغط النفقات. يعني اليوم طيب مشاريع هذه الدورة المركبة أستاذ أحمد يمكن راح توفر 3500 ميجاوات خلال سنتين. وتضغط النفقات أستاذ بشار، وتضغط النفقات. احكي لنا عن تفاصيلها، شلون راح توفر هذه الكمية من الطاقة الكبيرة وراح تضغط النفقات؟ شنو مفهوم أو تعريف الدورة المركبة في إنتاج الطاقة؟ أستاذ بشار، اليوم المحطات التوليد الغازية تعمل على الوقود وتعمل على الغاز، حتى أشغلها يراد لي وقود أو يراد لي غاز أو يراد لي نفط خام. طيب. هذه المحطات تسمى الدورة البسيطة، يعني التوليد من خلال الوقود والمحركات. الدورة المركبة إنه هنالك محركات توليدية أنصبها تعمل على الحرارة المنبعثة من محركات الدورة البسيطة، يعني هذه المحركات مال الدورة البسيطة مو راح تشتغل، راح تولف لي حرارة. هذه المحركات الدورة المركبة راح تاخذ الحرارة اللي طالعة من محركات الدورة البسيطة تكثفها، تسويها هواء ساخن، تطي للتورباين، التورباين يولد طاقة كهربائية. يعني لا تحتاج إلى وقود ولا تحتاج إلى غاز ولا تحتاج إلى نفط خام، ستعمل على، طبعا ستحقق ما يلي. اولا راح تحافظ على البيئه، لان راح تحد من البصمه الكربونيه، راح تضغط النفقات التشغيليه، بدل ما اجيب غاز واشغل المحركات واصرف فلوس، هذه محركات تعطيني طاقه ولا وقود. مضاف الى ذلك راح تعطيني طاقه من قرابه من 2000 الى 3000 ميجا واط. هذه طاقه راح تستفيد من المنظومه، وبالتالي ضغطت النفقات التشغيليه، ولدت انتاج جديد، عكست ساعات تجهيز الكهرباء. هذه العملية على تطوير الإنتاج، هذه العملية بتطوير الإنتاج راح يقابلها عمل بقطاع النقل. من أنتج طاقة يريد له خطوط أصرف الطاقة، يريد له محطات أصرف الطاقة، محطات تحويلية. مذكرات التفاهم مع سيمنز وجي ستعنى ببناء بنى تحتية لقطاع النقل تعالج الاختناقات الموجودة. وطبعا أيضا أكو خطط للوزارة أيضا قرت بالموازنة والبرنامج الحكومي لنصب محطات البيزلود، يعني المحطات الحرارية، يعني اللي تعمل على شتى أنواع الوقود. إذا انقطع الغاز أو ما توفر الغاز أو انقطع الغاز المورد، عندي محطات احتياطية تعمل على جميع أنواع الوقود وما يصير عندي. خصوصا المحطات الحرارية يمكن أستاذ أحمد هي مهمة جدا. الحكومة العراقية خلال 100 يوم من عمرها عقدت هذه الشركات المهمة مع كبريات الشركات العالمية المختصة اللي ذكرتها حضرتك، لكن هل ستكون مضاف الى مشاريع الطاقات المتجدده ومحطات الشمسيه؟ نعم.
طيب مقابل هاي استاذ احمد هذه الشراكات التي عقدت، هل نتوقع ان تكون هناك محطات جديده، محطات حراريه التي تنتج هذه الطاقه الكبيره اضافه الى عمل الحكومه على الطاقه البديله والمتجدده؟ نعم استاذ بشار، اليوم توجه الوزاره وبرنامج الوزاره الذي يطرح حكوميا يستلزم انشاء 5 محطات حراريه، محطه بالشمال، محطة بالفاو، محطة بالشنافية، ومحطة أيضا بالفرات الأوسط. 5 محطات حرارية طاقتهن الإجمالية تصل من 12 إلى 15000 ميجا وات. هذه تعتبر محطات بيز لود. بحال لا سمح الله فقد الغاز أو مردودات الغاز أو الوقود لصالح المحطات الغازية، هذه محطات ستكون ساندة، ستكون احتياطية إن لم تمر المنظومة بحرج إذا انقطعت إمدادات الغاز. المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد العبادي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف. شكرا لكم أستاذ أحمد، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.